اهلا بيكم. هنحضر في فيديو النهارده كيك او تورته سنيكرز. هنعمل كيكه هشه جدا وخفيفه، عليها طبقه من الكراميل والفول السوداني طعمها يجنن، عليها طبقه من الشوكولاته، يعني تقدروا تقولوا كده ان انتوا بتاكلوا بيج سنيكرز. حلوه جدا وهتعجب جدا الناس اللي بتحب السنيكرز كده زيي. طعمها حلو ومختلف، كمان طريقه التقديم بتاعتها مميزه جدا. هقولك كمان البدائل لو مش عندك نفس القالب ده عشان يديكي نفس النتيجه، هقولك ازاي تقدري تعمليها من غير القالب ده وبرضه يطلع شكلها مختلف وحلو جدا. انا بسمه الفيومي، لو اول مره تشوفوني انزلوا حالا اعملوا سبسكرايب للقناه وفعلوا علامه الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديوهاتي الجديده، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو لو عجبكم. ويلا بينا نبدا وصفه. اول حاجه هنحتاج مع بعض كوبايتين من الدقيق متعدد الاستخدامات العادي، كوبايه من السكر، نص كوبايه زيت، كوبايه من اللبن، 2 بيضه، وهنحتاج كمان نص معلقه صغيره من الفانيليا، وباكت من البيكنج باودر او الكيك شيف، ورشه صغيره من الملح. دي مقادير الكيك بتاعتنا، اول طبقه في التورته بتاعتنا. اسهل حاجه بقى في الدنيا وده اللي انا بحب اعمله على طول في اي كيك، احط السكر، البيض، الزيت، اللبن، كل المواد السائلة بتاعتي وكمان الفانيليا في الخلاط، بضربهم كويس جدا لحد ما السكر بتاعي يدوب ويبقى لونه كريمي، الخليط يبقى كله كده لونه كريمي وابيض. انا المرة دي بقى عملت حاجة زيادة، ان انا ضفت كمان الدقيق في الخلاط وضفت البيكنج باودر وضفت رشة الملح. اوقات بعمل كده في الكيكات بتديني برضو نتيجة حلوة جدا. بصوا بقى وفرنا مواعين ووفرنا كل حاجة واسهل جدا جدا. بصوا قوامها عامل ازاي، حلوة جدا وبتبقى خفيفة جدا الكيكة اللي بتتعمل بالطريقة دي. هجيب بقى القالب بتاعي، هحط فيه ورقة زبدة، وتقدروا تبطنوا القالب بالزبدة او بالزيت والدقيق زي ما بطناه قبل كده مع بعض كتير في وصفات زي كيكة الزبادي اللي عملناها مع بعض. صبيت الخليط بتاعي وبخرج منه اي هواء موجود فيه بعصاية طويلة باي حاجة رفيعة اقدر اخرج منها اي فراغات من الهواء على قد ما اقدر. هدخل الفرن، دخل الفرن على درجة فرن يكون متسخن على درجة حرارة 180، اخدت بالظبط من 35 دقيقة ل 45 دقيقة بس. هطلع بقى الكيك بتاعي من القالب، ومهم جدا ان انا اسيب الكيك بتاعي يبرد تماما قبل ما اعمل بيه اي حاجة. انا الصراحة بحب ورق الزبدة خصوصا في الكيكات البيضة، يعني الكيك الابيض لما بحط فيه ورق زبدة بيبقى بيدي في الاخر نتيجة احلى من ان اوقات لما بنبطن القالب ما بيديش نتيجة حلوة كده، بتيجي الكيكة طالعة عليها طبقة كده من بره. بس الكيك بتاعي هش جدا وخفيف، هو اصلا الكيك ده كده لوحده وصفة تتاكل لوحدها، وعالية جدا وشكلها وعايزة اقول لكم ريحتها خطيرة. بس كده هعمل ايه، هسيب بقى الكيك بتاعي ده يبرد تماما قبل ما اعمل فيه اي حاجة. الكيك بتاعي بارد شويه، هبدا بقى اشتغل فيه. انا عايزه اساوي الكيكه، يعني هي الكيكه عامله شكل هرمي كده من فوق، هشيل بالسكينه الحته اللي فوق دي لحد ما اساوي القالب بتاعي كويس جدا عشان لما احط عليه الطبقه الثانيه يديني طبقات متساويه نوعا ما. بصوا الكيكه حلوه جدا. في نصيحه كده عايزه اقولها لكم الصراحه، انا هبطل استخدم كيك شيف تماما، بيدي فراغات كتير جدا في الكيك عكس تماما ما هما بيقولوا في الاعلانات بتاعتهم. يعني انا مش هستخدم كيك شيف تاني، هو البيكنج باودر زي الفل بيدي نتيجه حلوه جدا، فانا نصيحه ليكم تستخدموش كيك شيف تاني خالص. جبت القالب بتاعي حطيت فيه كيس من جوه وظبطته كده، وبعدين حطيت فيه الكيكه بتاعتي. هبدا بقى دلوقتي ان انا اسقي الكيك. ممكن تسقيها ممكن ما تسقيهاش، بس انا عايزه الكيكه تبقى هشه اكتر، فعشان كده هسقيها ميه وسكر بس. تقدروا تسقيها سكر ولبن، بس انا حابه تبقى ميه وسكر كانها ايه سيرب بالظبط، كانه شربات. يعني لو عندك شربات كمان تقدري تسقيها بيه، اللي هو حاجات بسيطه. تعالوا بقى نعمل الكراميل بتاعي. هنحتاج كوبايتين من السكر، 2 كوبايه لبن، نص كوبايه ميه، هنحتاج عليهم 3 معالق كبيره من النشا، معلقتين كبار من الزبده، وهنحتاج كوبايه من الفول السوداني. تقدروا تزودوا كميه الفول السوداني لو انتوا بتحبوها اكتر، بس هي كده كانت مناسبه جدا. في حل على النار هحط السكر وهحط الميه وهسيبها على النار، مش هقلبها، مش هيجي جنبها خالص. كل اللي هعمله بس ان انا ههز الحله كده اتاكد ان الميه واصله للسكر بتاعي كله. الوصفه دي من اسهل وصفات الكراميل اللي ممكن تتعمل. احنا عملنا مع بعض قبل كده فيديو فيه وصفتين من الكراميل، تقدروا تستخدموا الوصفتين. هسيب لكم المقادير بتاعتهم في صندوق اللينك بتاع الوصفتين دول في صندوق الوصف تحت الفيديو. دلوقتي انا خدت اللبن بتاعي دوبت فيه النشا بس كده تمام. نرجع بقى للسكر، بصوا السكر اتكرمل وابتدى يدوب. في المرحله دي بقى بالظبط اي تكتلات ما تقلقوش منها خالص، بعد كده كل الحراره بتدوب كل ده.
هنزل بقى باللبن اللي انا دوبت فيه النشا وهقلبهم مع بعض كويس جدا، وبعدين هنزل بمكعب او بالمعلقتين من الزبدة، هفضل اقلب فيه لحد ما يتقل كده والنشا بتاعي يستوي ويديني صوص كراميل تقيل كده بالمنظر ده بالظبط. احلى حاجة في الموضوع ده ان هو لا كريمة ولا قشطة، هو بسيط جدا، تقدر اصلا تعمله الكراميل في اي وقت لان المكونات بتاعته سهلة جدا متوفرة في كل بيت. بس ده صوص الكراميل بتاعي، مش هحط السوداني دلوقتي، هستنى عليه يبرد شويه عشان مش عايزه السوداني يستوي، عايزاه يفضل مقرمش كده واحس بقرمشته، مش عايزاه شبه يتسلق من الحراره دي، هسيبه بس يبرد شويه. بصوا بعد ما بيرد اصلا كل ما بيقعد كل ما قوامه بيتقل شويه. ده كده مثالي جدا، هنزل عليه بالفول السوداني وهقلب كويس جدا لحد ما كله يختلط مع بعض. دي الكيك بتاعي، طبعا دخلت الكيك في التلاجة قعد شوية لحد ما خلصت الكراميل بتاعي والكراميل بارد تماما، انزل بيه على الكيكة وهو بارد تماما. بس نزلت بقى بكمية الكراميل كلها على الكيك وهبدأ دلوقتي اني اسويها. هدخل الخليط ده كله كده في التلاجة او في الفريزر، كمان سيبيه على الاقل ساعتين في الفريزر لحد ما الصوص ده لحد ما الصوص اللي فوق ده يتماسك تماما. تعالوا بقى نعمل الطبقة الاخيرة. انا هحتاج 200 جرام من الشوكولاتة، هحط عليهم بس معلقة صغيرة من الزيت، هيدي بس لمعة حلوة كده، وهسيح الشوكولاتة دي في الميكرويف او تقدروا تسيحوها على حمام مائي. الخليط بتاعي اتمسك جدا، الكراميل اتمسك جدا في البتاع، خلي بالكم الكراميل ده في العادي بيبقى يعني لما بنيجي نقطعه بتلاقيه بي بي بيسيل كده وبيسيح من جوه الشوكولاته، عشان كده الطبقه اللي انا هغلف بيها دي هتمسك الكراميل، عشان كده كان لازم اجمده كويس جدا. هشيل بقى الكيس بتاعي ده، والكيس كان سهل جدا في العمايل وفي التعامل معاه. هاخد بقى ده وهرفعه على اي حاجه لفوق، يعني انا قلبت القالب اللي انا كنت بستعمله ورفعته لفوق بس عشان الشوكولاته الزياده تنزل من على الخليط. خلي بالكم الكيك ساقع جدا، فاحنا بمجرد ما هنحط عليه الشوكولاته هيبدا يتماسك بسرعه جدا، فانتوا حاولوا تحطوا الشوكولاته بسرعه وفي نفس الوقت تبداوا تفردوها عشان تغطي الطبقه كلها، وهي مش هتبقى متساويه من فوق بسبب الفول السوداني. بس كده بالمعلقه وببدا انزل الشوكولاته من على الجناب ومن كل حته بحيث انها تغلف الكيك بتاعي كله. بس ده شكلها بمجرد اصلا ما حطيت عليها صوص الشوكولاته اتجمدت بسبب ان اصلا الكراميل بتاعي والكيك بتاعي سخنه جدا ساقعه جدا. دول شويه صوص شوكولاته عاديين برضو سيحتهم في الميكرويف، وهبدا اعمل عليها خطوط بس كده من فوق. تقدروا اصلا تقدموها كده من غير اي حاجه، هي اصلا السنيكرز بتبقى لما بتفتحوها بتبقى مجعده كده من فوق بسبب الفول السوداني. انا بس حبيت كده اديها شويه صوص شوكولاته من فوق متسيح في الميكرويف، شوكولاته عاديه متسيحه في الميكرويف، دي كانت شوكولاته باللبن يا دوبك بس حطيتها في الميكرويف وسيحتها. بس تعالوا بقى شوفوا المنظر من جوه عامل ازاي. طبعا سبتها في الثلاجه لحد ما تماسكت تماما وصوص الشوكولاته اللي حطيناه تماسك، وشكلها حلو جدا جدا، مميزه جدا في التقديم وشكلها مختلف وعجبتني جدا. انا اصلا بحب السنيكرز جدا فحبيت الوصفه دي جدا جدا. بصوا شكلها عامل ازاي، طبقه اصلا الطبقات لوحدها شكلها ايه، شكلها كفايه يعني. طيب انا ما عندكوش القالب ده وعايزين نعمل نفس الوصفه، تقدروا تعملوها في بايركس وتحطوا عليها وتعملوا نفس الطريقه دي. هنعمل الكيكه نسيبها تبرد وبعدين نحط عليها صوص الكراميل بالفول السوداني ونحط عليها شوكولاته من فوق. تقدروا تقدموها في صينيه عاديه، صينيه الصواني المدوره العاديه حتى بتاعه التورت اللي بتتفتح دي، تقدروا تعملوا فيها نفس الحاجه وتفتحوا الصينيه وبرده هتديكوا نفس الطبقات بالشكل الحلو ده. كانت وصفه حلوه جدا جدا، اتمنى تجربوها. والكيكه طلعت هشه جدا وخفيفه، وصوص الكراميل بالفول السوداني يعني ده بيتهيالي هيبقى وصفه كده على جنب لوحدها، يعني لوحدها ممكن اقوم اعمل صوص كراميل واحط عليه فول سوداني واكله كده لوحده، طعمه حلو جدا. اصلا تركيبه الكراميل مع الفول السوداني من النكهات الناجحه جدا مع بعض. بصوا شكله عامل ازاي، وطلع حلو جدا وحلو جدا في التقديم كمان لانه شكلها مختلف فعلا، تحس انها ايه بيج سنيكرز، لما تحطيها هي والسنيكرز جنب بعض تحس ان دي بنتها، يعني دي مامي ودي بنتها. وموضوع ان احنا سقينا الكيكه خلى الكيك بتاعي هش جدا وخفيف، خصوصا كمان ان انا اضطريت اجمد الكيك في الفريزر. فاسقوا الكيكه اسقوها بلبن وسكر، او اسقوها بميه بسكر او سيرب اللي هو الشربات العادي، المهم نسقيها بس حاجات خفيفه كده بس اللي هو ايه الكيك بتاعي يبقى طري ويبقى هش شويه من جوه.
اصلا كفايه اصلا قطمه الشوكولاته مع الفول السوداني والكراميل دي لوحدها حلوه جدا جدا. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، اتمنى تجربوها وتقولي لي رايكم فيها ايه، ولو الفيديو عجبكم انزلوا حالا حالا اعملوا لايك وشير للفيديو واكتبوا لي كومنت على رايكم في الوصفه، واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات جديده، وباي باي.